زي ما انا بقول فلوس ما عندناش، امكانيات ما عندناش، شباب مش عايز يشتغل، وكل اللي يطلع لنا في التلفزيون احتوي الشباب، احتوي مش هنعمل لهم ايه يعني؟ الشاب اللي عايز يشتغل على راسنا من فوق مش عايز يشتغل خلاص. انا هسوق معلش حاجه احنا زهقنا بسيطه كده بالنسبه للشباب. احنا ما زهقناش على فكره، لا صانع مهادير محمد صانع النهضه في ماليزيا استقى صناعه النهضه من محمد علي. ازاي؟ قال ان انا استقيت النهضه اللي صنعتها في ماليزيا من محمد علي. عمل ايه؟ هو عمل حاجه بسيطه جدا. الشباب المتعطل عن العمل واللي واخد يعني شهادات قد لا يحتاجها سوق العمل، راح جايبهم كلهم، وبدل ما يروحوا مثلا الخدمه العسكريه لمده 12 شهر او 13 شهر، خد منهم 3 شهور في مؤسسات عسكرية، أعاد تأهيلهم الانضباطي أولا، لأن الشاب إيه؟ الشاب بيقوم الساعة 5 الظهر بيشرب سجاير بيتفرج على مش كل الشباب يعني أغلبهم الغالبية العظمى. ما برضو حضرتك دي عملية صحفية، دي عملية صحفية مش الكل، بعض مش عارف ايه، ما كل الكلام ده اللي مضيع الدنيا. دول عايزين ايه؟ لا الغالبيه العظمى منهم عايزين يشتغلوا وعايزين يعملوا. استاذ محمود ما تعمليش اتهامات كده على الهوا، انا متاسفه ده ما اقدرش اعمم. لا 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 انا متاسفه، ما اقدرش اقول كل الشباب المصري يصحى الساعه 5 مش هقول لك الاغلبيه. طيب انا عشان كده قلت بعض، يبقى مش حاجه صحفيه، مش دي حاجه لازم اتوضح. الاغلبيه برضو احسن من بعض، يبقى لا برضو ما اقدرش، ما عنديش حاجه كده. حضرتك مش شايفه؟ ما عنديش استفتاء ولا عندي بحث بيقول كده. انا من مصر بس انا ما عنديش بحث. الشباب اللي بتولع دول حضرتك لو في هل في بحث بيقول كده؟ السادة النواب موجودين اهم، ده الشباب في مصر بالملايين. هقول لحضرتك بس ناس محترمه وبتشتغل وبتجتهد وبتتعب. النواب موجودين اهم وبيدوروا على عمل. خلي القاهره سنتر ويجيبوا خبراء ويشوفوا اقرب حته ممكن تزرع من القاهره، كويس، مهندسين بقى وعلماء وبتاع، وشوفوا يعني محتاجه قد ايه وايه اللي ينفع لها وبتاع، وهاتي 10,000 ولا قولي ال 10,000 شاب ولا تعالوا اشتغلوا. هيرضوا؟ تقول للشاب تعالى الشاب 1500 جنيه يقول لك لا خد 3000 جنيه، لا انا مش عارف يا استاذ العزيز. التعميم ما لا يجوز على الشباب المصري. هي 25 يناير لا يجوز التعميم على الشباب المصري. الشباب المصري في شباب خارجين دكتوراه وماجستير بعد اذن حضراتكم، مع احترامنا طبعا لكل المهن، في شباب خارجين دكتوراه وماجستير بيشتغلوا في عمال في بنزينه، مع احترامنا بالظبط. ايوه نرفع لهم القبعه. طيب يبقى نتكلم على دول، عشان البعض اللي بتكلم عليهم اهو ما اقدرش اغفلهم، وما اقدرش احبطهم. اقول لا كل الشباب المصري بيصحوا الساعه 5 التعميم خاطئ. البعض بيقول لك الاغلبيه، لا ما اقدرش اقول، انا ما اقدرش اقول العدد.